اخباركم ايه؟ حد ياكل بتسموه ايه؟ لاجلاس. احنا بنسميه ايس كريم بالانجلش، يا اما جولات. احنا دلوقتي رايحين نعمل ترمس عشان الناس اللي ايه، الناس اللي طلبتها. فانا هوريكم احنا بنجيب الترمس منين، من المغرب. دخلت في الموضوع على طول عشان ما اطولش عليكم، هوريكم هنجيب الترمس منين. المركز او المكان اللي بنجيب منه هو ده صح؟ هو ده. اسمه ايه بقى يا نميمة؟ الرحبة ديانة الدرة. تمام؟ ايوه. كل ده عشان نجيب ترمس. ايه الجمال اللي انا فيه ده؟ ايه الجمال ده؟ دي مش مشكلة. بس هو مفيد يا جدعان، فهتوه اعملوه، والله مفيد جدا. انتوا لو جبتوه هو مفيد جدا لحاجات كتير يعني. حتى لو كتبت ما هي فوائد الترمس من على جوجل حتى هتشوف ان الفوائد كتير، يعني مش اللي هو انا مش بشتغله يعني. هنبلص دلوقتي ونروح نجيبه سوا من عند التاجر. يلا بينا. ده بقى وصلنا للتاجر وهنجيب من عنده الترمس. هو انت عندكم الترمس هنا بتقول عليه اسم معين ولا هو ترمس؟ عنده اسم معين، تقول اسم قالة. القالة. سمقالة. 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 سمقالة الحارة، حيت فيها الحلوة وفيها الحارة. وفي كائن مستورد وفي كائن بلدي، معرفش. لا بلدي هذا، أنا غير بلدي. لا بلدي. حيت هذا كان شوية مر وخليناه ترقب. عشان بلدي. أي خطرات. المستورد بيتعمل على طول. هذاك الحلو هذاك تيمشي للعلف عندنا هنا في المغرب، تيتعلف هذا تياكلوه. ده ليه فوائد، تعرف فوائده؟ انا سمعت مزيان النقرس، يعني نقرس لابد. وسمعت مزيان اصحاب السكر، تياكلوا اصحاب السكر. احنا هنوريهم دلوقتي شكل الترمس. هو كاين عنده في الداخل، بس هو ايه سايب حبه هنا عشان ده الترمس. يا جماعه في فرق ما بين الترمس والفول، عشان في ناس قالت لي في فول، بس ده الفول، ده الفول المدمس وده الترمس. تمام. كيلو ديال الحمص. ايوه. ففي فرق شاسع. هل فول، هل فول كبير؟ وده في فول بقى اسمه احنا بنقول عليه فول نابت. واللي كاين ده بقى في الرباط، لو هيجي عند المكان ده اسمه ايه قلنا؟ هاو. هو عند الحاج وعزي. واحد. وعزي. رقم الدكان جوج. كاين الرقم كمان عشان ممكن تطلب دليفري ولا حاجه. ده الكركديه يا جدعان. ده الكركديه اللي لقيناه عنده برضو، يعني ده ليه مواصفات برضو معينه بتتعمل معينه. ده مكان يا جدعان بيتباع فيه اي حبوب، بس حبوب زراعيه طبعا، محدش يفهم غلط. الشمس حارقه. عايزين تعرفوا طريقه الترمس بقى بعد ما جبناه؟ يا ريت يا ريت ما تجروش الفيديو، عشان ايه؟ عشان ما يحصلش لخبطه. ما تروحوش في حته، ادينا قلت والله ما بلغت، عشان نعرف طريقه الترمس. هي طريقه سهله جدا، بس عشان الترمس اللي كان هنا في المغرب بلدي فبيتعمل على كذا مره. تمام؟ لان في نوع بلدي ونوع مستورد. النوع البلدي بيتعمل على كذا مره، النوع المستورد بيتعمل ثاني يوم على طول بيتاكل. يلا خليكم معايا. الله يمسيكي بالخير يا اما. والله ما اقدرش اقول غير كده، يعني الام لما تشوف الفيديو ده وتشوف ابنها بينقي الترمس تبقى قاعده منشكحه كده من الضحك. بقى جدعان هو ده الترمس، والله العظيم ده مش فول، ده ترمس. الفول حاجه والترمس حاجه. تمام. طبعا انتوا زي ما انتوا شايفين اهو، ادينا بننقي، بنطلع الخايب بره عشان ما مش ناقصه يعني. الخايب زي ايه مثلا؟ زي كده. بس عاملين يعمل ازاي؟ ده خايب كده، مش عايزينه. ده كخه، ده نطلعه بره. ده كخه، ده مش عايزينه. الله يمسيكي بالخير ياما. والله بس عندنا الميمه هنا، ربنا يخليها لنا برضه يعني. مش ناسيينك يا ميمه. مش سامعاني. لا ما عليك. كيف ايش يا عم؟ ادينا بننقي. ماشي، هقول لكم انا ايه الخطوه اللي بعديها.
خدوه في الماء. المفروض ان انا نقي واحده واحده، ده انا يجيلي شلل. الله يكون في عونك يما. والله كانت بتعمله لنا واحده واحده كده يا اختي. يا ويلي 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 اللي جراني يا اختي. احنا جايبه دلوقتي بنغسل الترمس مرحله الغسيل. ايوه اهي. هو انتوا شايفين ان هم حبه صغيرين، بس لما يتعمل اصلا هتتفاجئ من الكتله بتاعه. تمام. اللي عنده زي دي بحال دي تمام، اللي عنده حله مفيش مشكله. الله يمسيك بالخير يا امه. تعالى يا امه شوف ابنك يا امه اللي بيعمله. نغير الميه. بق بق بق. تمام. احنا كده يا ميما ماشي. احنا كده دلوقتي المفروض بنسيبه في الميه. طب خليه في الماء. طيب استنى اغير بس عشان انا حطيت ايدي هنا. اغير الميه دي. دي اخر مره كده بنحط له الميه. تمام. ايوه احنا دلوقتي بنسيبه في الميه عشان لغايه بكره. تمام. وغيروا الميه تاني وعمروا عليه منقل ميه. بس ده لازم حله مش دي. ما ليش كي حله هو عشان بيكبر. بيكبر الشيخ هيك قدنا احنا يا هذا. لا قدنا هنايا. هذا هو اللي درناه كيلو ولا درناه منه بنت كيلو ولا اللي جبتيه. هذا نقلناه للطنجره الكبيره. ما احنا انت عملتيه في الاول ده. اش درتو في الطنجره؟ دابا احنا قول لهم هنا ومين نديروه في الطنجره يشوف الطنجره اللي غادي تدفي. تمام. انتوا زي ما انتوا سامعين كده احنا بنحطه اهو بنسيبه النهارده في الميه. تمام. وبكره هنغير الميه بتاعته. صح. مر. عشان هو مر بنضيع المر عشان هو بلدي مش مستورد. بلدي بيقعد كذا مره وبتغيروا الماء بتاعته يومين. على يومين. تمام. وفي الاخر خالص طبعا هقول لكم الخطوه اللي بعديها اللي هي ان احنا بنجيب حله طنجره كده بنصفي فيه وميه جديده او طبعا بنجيب طنجره وبنحطه بنفس الميه عشان بياخد غلوه كذا غلوه. تمام. برضو لما اجي اعمل الحوار ده هصور لكم وتبقوا شايفين الدنيا كلها ماشيه ازاي. هيفوتكم لو ما عملتوش. وادي تاني يوم يا جدعان. شوفوا الترمس لو خدتوا بالكم كبر شويه اهو تبارك الله. معرفش بقى عنده كام سنه بس المهم كبر يعني. تمام. ادي تاني يوم وبدلنا له الميه. فبرضو خليكم معايا كده. ايه انا بقول لكم بالتفصيل عشان تاكلوا ترمسايا فلة. ايوه بس انا بجيب لكم من الاخر يعني. طبعا زي ما انتم شايفين كده انا هنفضي بقى كل ده في طنجره ونغليه لمده 45 دقيقه. تمام كده. وطبعا ده لسه ما تزودلوش ملح ولا كمون ولا اي حاجه. هو يعتبر انا دقته طب والمراره راحت منه. فدي بقى ايه دي هنديله غلوه سريعه بس هنزود حاجه بقى. هنزود الكمون. تمام. نحط كمون وهنحط الملح. وطبعا انتوا بقى ايه بتدقوا يعني بتدقوا انتوا تشوفوا طعمه بقى لذيذ يبقى حلو ولا لا. انتوا هتعرفوا انتوا ممكن في ناس منكم ما جربتوش قبل كده بس هتعرفوا طعمه بقى حلو ولا لا. وطبعا بقى لما بتطلعوه خلاص بتحطوه في الثلاجه عادي بالمدياله. بالميه بتاعته. اوعى تصفوا الميه سيبوا الميه. تمام. حطي الملح يا ميمه. وعايز اقول لكم بقى لما بتيجوا بتفضي في طبق بتحطوا بقى حبه ترمس عليه شويه كمون وعليه شويه ليمون. تمام. وطبعا صحاب الشطه اللي بيحب الشطه لو عايز يحط ندعه شطه وبعد كده بيدعوا لي. اوعوا تدعوا عليا بقى بس كده. وبالصحه يعني.
سوري يا جماعه، بعد طبعا بعد ما سقع، بعد ما برد، خد البروده تمام. بنجيب شويه ايه، كمون صغيرين خالص، بايدك بقى بالبتاع بتحط هنا كده يابا، ماشي. وبنجيب شويه ليمون، ليمون بنعصرهم حامض، الحامض تمام كده. واللي ليه برضه هرجع اقول، اللي ليه في الشطه، اللي بيحب الشطه يحط ندعه شطه حرام اللي هي بتقول عليها دي، وقلب قلبهم وكل. بتاكل ازاي بقى؟ دي الترمسيه دي لها قشره تمام، يعني احنا لو هنفتحها بص ليها ليها راسه اهي، لو هنعملها بايدينا اهي تمام، القشره طلعت اهي واهي دي اللي بتتاكل تمام كده القشره. في ناس بقى متعوده، احنا عشان متعودين اهي تمام كده سهله. الترمس ليه فوائد، مش هقول لكم على فوائده، هخليكم انتوا تخشوا تكتبوا ما هي فوائد الترمس. السلام عليكم.